مساء النور وعطر الزهور ومحبة الرسول، شلونكم حبايبي الغاليين؟ شخباركم؟ شنو اليوم جبت لكم فد وصفة روعة رهيبة، أكيد هسه اللي حيشوفها بس قولون لي منو حسب طعمها. اليالنجي أو اليبرق. حبايب شفتوا أني من كان تحضيرات عيد ميلادي كان واحد من الأطباق هو اليالنجي، ذكرت أنا اليالنجي، فواحدة من أخواتي الغاليات كتبت لي هو مو يالنجي إلا تسمية ثانية بالتركي. أقول لها حبيبتي الغالية أني أصلا أعرف اسمه لأن أنا كنت عايشة بتركيا، اسمه اليبرق. صحيح اليبرق شنو معناته؟ معناته ورق الشجر وبالأخص ورق العنب، بس ليش سموه يالنجي؟ تعرفون ليش سموه يالنجي؟ اليالنجي اللي عايش بتركيا حيعرف شو معناه يالنجي. اليالنجي معناته الكذاب، فهي تعتبر الدولمة الكذابة. ليش سموها الدولمة الكذابة؟ لأن ما بها لا لحم ولا دجاج فيسموها الدولمة الكذابة. شو احنا نقول الكباب الكذاب اللي بخضروات أو الكبة، نفس الحالة هذا سموها اليالنجي، يعني الدولمة الكذابة لعدم احتوائها على اللحوم. وهاي طبعا تفيد اللي ما يأكلون لا لحم ولا دجاج لأن هي بالخضروات فقط. فهسه راح أخليكم آني ويا طريقة العمل ويا المقادير. هنا حبايب راح أراويكم طبعا المقادير أكيد، يعني هنا عدي آني دا تنتبهون أنا استخدم اليوم التمن أو رز التركي. هنا التمن هذا ضال اختيار لكم، بس حبايبي تمن البسمتي ما يصير باليالنجي، خلوا ببالكم. بالدولمة مالتنا العراقية كلش عادي وكلش طيب طعمه، بس باليالنجي لا ما يصير. فيا أما الرز التركي يا أما الرز مال حصة، المهم يعني تكون حبايته ناعمة. أكو قسم منهم حتى يسوون التمن المكسر، يعني هي المهم لازم حبايته ناعمة. وأكو يخطون طبعا يا برغل، أني ما عندي، عندي برغل بس بشعرية، لازم بدون شعرية. يعني لو عندي هم كان خبطت، يعني مسوي سابقا إنه يعني هنا بالبيت خاطة تمن والعفو برغل. فالمهم أي نوع تمن ما عدا البسمتي خلوا ببالكم. هنا أنا عندي تقريبا كوب وشوية غسلته ونقعته لشوفوا. انتبهوا هنا حبايب على المقادير، عندي معدنوس او بقدونس، معدنوس او بقدونس مو كرفس، لا لو معدنوس لا بقدونس، 3 حبات طماطه، حبايتين بصل، عندنا ليمون، الليمون كله ضروري لان هي لازم تصير حامضه، عندنا هنا نشوفوا عندي انا طبعا حخلي شبنت، هذا طبعا شيء اختياري بس انا حبيت اخلي شبنت، النعناع لا النعناع ضروري واذا كان فريش بعد يكون افضل، بس انا ما عندي فريش، قلت لكم اني هنا مكاني بعيد فصراحه ما اقدر كل شيء هنا اجيبه. فالماركتات اليمين ما بيها اصلا هي نعناع، فعندي اليابس راح استخدم الا بديل النعناع اليابس، يعني عادي ما في اشكال، وراح استخدم قليل من السماق كلش قليل ما اخلي هوايه، حشوف المقادير. والفلفل الاحمر طبعا هي اليالنجي عموما الاتراك يسووها حاره، بس احنا ايش راح نسوي؟ انا راح اسويها وسط، يعني لا حاره ولا كلش بارده، وهذا هم شغله اختياري لكم، بس اخلي فلفل احمر وشي اختياري تقولون قليل او هوايه. هنا عندنا الصلصات اكيد دبس الرمان، عندنا معجون الطماطه او صلصه البندوره، وعندنا معجون الفلفل او صلصه الفلفل الاحمر، بس هذا يكون البارد مو الحار، وزيت الزيتون كلش ضروري لان هي تستخدم زيت الزيتون. اللي ما عنده متوفر زيت الزيتون ماكو اي اشكال استخدموا الزيت العادي، بس هي معروفه يلا نجيب زيت الزيتون. وعندنا اكيد ورق العنب اكيد، هذا اني هذا اللي اشتريته واللي حستخدمه، طبعا ما اعرف اني هسه حفتحها، اني ما اخذها قبل بس ما اخذها هاي النوعيه، بس هسه حجربها وياكم. المهم حبايبي هاي المواد شوفوها. هسه بالبدايه ايش راح نسوي؟ هسه شنو راح نسوي؟ عندنا هاي مخلط الطعام، اول شيء راح اسوي البصل، طبعا طريقتها كلش سهله وطيبه، واني طبعا من طلبوا مني طريقه الدولمه بدون لحم بالخضروات، فاني الدولمه بصراحه منزلتها الدولمات العراقيه الاصيله بس باللحم، بس شنو اني ما اريد انه اكرر لكم مره ثانيه الدولمه، بس سويت لكم اليالنجي، يعني تقدرين انت مو كان ورق العنب عادي نفس المواد، بس اسويها دولمه مالتنا العادية نفس المواد، بس سوين دولمة عادية، بس أني حتى غير لكم الفكرة سويت لكم اليالنجي حتى تستفادون أكثر. المهم راح نسوي البصل،
تشوفوا هناك ما عندي، راح اخلي تقدرون عادي تخلون باقي المواد وياه او تقدرون لا كل شيء واحد، هذا هم شغل اختياري. هسه راح نسوي المهم حبايبي على هالطريقة تسوون كل الخضروات، حتى لا اطول عليكم كل الخضروات اسويها. سوي مثلا عندنا المعدنوس او البقدونس، كل الخضروات اسويها بمحضرة الطعام، وهسه اراويكم الخطوة اللي بعدها. هسه شوفوا حبايبي هنا كملنا الخضروات كلها، بس راح اخلي عندنا الشبنت حديره، وراح اشوفوا المواد اللي راح اخليها شقد بالنسبه. عندنا هنا قلت لكم السماق راح اخلي هالشيء كلش بسيط يعني هواي، شوفوا شقد اقل يعني تقريبا ربع خاشقه اكل. فلفل احمر قلت لكم ما شاء الله اختياري لكم، تريدون تحط تسووها حارة احط كمية هواية، تريدوها لا مو كلش حارة ما اخلي هواي، شو شقد اقل خاشوق اقل من ربع يعني شوية طبعا شوية حارة، يعني هذا الفلفل تقدرون بكلش حار الاحمر. هنا راح نخلي دبس الرمان، دبس الرمان تقريبا ملعقتين طعام، نخلي ال معجون الفلفل او الصلصه خاشوقة اكل، هذا طبعا حلو قلت لكم اني مو حار، وراح اخليه معجون طبعا هي ما نريد احنا كلش حمراء تدون تو ريالنجي ما يصير كلش احمر، وراح اخليه خاشوقة اكل معجون اللي هي صلصه بندوره، وراح نخلي طبعا اكيد زيت الزيتون، يعني قلت لكم هي شغله اساسيه زيت الزيتون، زيت الزيتون هذا اختياري لكم تريدون تخلون هذا اختياري لكم. طبعا الملح اكيد اللي نسينا نقوله بالمقادير، ملح راح اخليه لما ندوزي همين نسينا بالمقادير، اسفه حبايب لما ندوزي لان هي لازم حامضه لما ندوزي، لما ندوز شقد حنخلي طبعا شوفوا اللقطه كم حصير هيك بي من يريد يدير ويدار هواي لما ندوزي عادي حافكم اياها اللقطه طبعا لان اكيد هاي هواي صاير بيها، بس انا هم زين الحمد لله اندارت بالخاشوقه مو فوق الخلطه، هاي الاغلاط اللي تصير اكيد. فهسه احنا شنو نسوي؟ راح نقلل منها ندير منه، وهاي هلقد حناخذها عنده، هاي حبايبي كل هالخطة بعد كل شي ما نحتاج، شوف شو هتصير كلش طيبة طبعا بدون لحم، بس كلش طعمها طيب، وأهم شي تضبطون المواد مالتها والمقادير، المقادير شفتوا موادها كلش بسيطة. هنا خلصنا الفلفل اللي يلا نجي مالتنا، بس أكيد نشوف طعمها تدفون تذوقوها هيجي، من هي لازم شوي حامضة طيبتها بحموضة، شوفوا خطتها سهلة بسيطة مواد كلش سهلة، واحنا هم اكيد دائما نقول نذكر اهم شي النتيجة مو اهم شي الشكل، اكو دائما الاطباخ شوفوها كلش حلوة بس تتقربون على الطعم لا مو طيبة، اكو اطباق لا شوفوها
يعني شكلها مو هذاك الشكل، بس من تذوقوها لا طعمها في الشيء رهيب. شوفوا هسه هنا شلون خلينا الورق، شوفوا بعد الوجهين صار لي جوا، شوفوا هذا الوجهين مع لي جوا، وهذا الظهر. ايش حنخلي كميه كلش كلش قليله كلش قليله، شوفوا هي لازم تصير كميتها قليله حتى باللف تصير عندنا شكلها حلو. واهم شيء اللف، هسه حشوفون اللف مالته شلونه. بعض البداية نلف هذه الأطراف، نطبقها هيجي، شوفوا طبقون هاي الأطراف بهذا الشكل ونوب تطوها من جوا. باعوا وهسه نلفها، هسه نلفها، سلفوا براحتكم. شوفوا شحالاتها تخبل، شوفوا هاي الأطراف باعوا بهذا الشكل منا ومنا، يعني منا ومنا لفها وبعدين لفها من جوا. بس أهم شيء الكمية قليلة، لأن إذا مو كمية قليلة ما تلف حلو. باعوا شوفوها رفيعة وحلوة، سوي لكم واحدة لوخ وبعدين نكمل الباقي. شوفوا هاي الطريقة مضبوطة. اكو عالم يسووها بالتشيز بس ماكو داعي بالتشيز، هي شوف لفتها كلش حلوة وسهلة. هاي شوفوا، شوفوا اكو طريقة مرات نيسووها يلفوها باعوا هنا محلتها. عش يسوون يفروها هيجي، من تفروها هيجي تطيها شكل بعد احلى. شوفوا تصير حلوة دائرية كلش حلوة. نكمل طبعا انا لفيت هنا، شوفوا شوفوها كلها ناعمة وحلوة. نكمل الباقي واراويكم الطريقة اللي بعدها. شوفوا هسه عندنا هسه كملنا اللف مالتها، ايش راح نسوي؟ عندنا هذا الجدر انا نقلي قليل من الزيت، عندنا هذا ورق ظل راح نصفطه بالشعر بالعكس، يعني مو في الدومة تحطوها لي فوق، لا نخليه هنا بالشعر. هسه هنا شوف بعد ما خلينا الورق العنب راح نخليه بوتيته بالشعر، هم دائما داير. هسه هنا صفطنا البوتيته، شوفوا هسه راح نصفط الورق مال العنب. ورق العنب هاي لكم حرية، تصفطوها بهذا الشكل بالطول، تصفطوها بالعرض، شو ما تريدون تصفطوا. انا راح اصفطها هيك بالعرض. شوف هسه هنا بعد ما سوينا الطبقة الأولى شو راح نسوي؟ راح نخلي شياف ليمون، شياف العفو ليمون بهذا الشكل، شوفوا، وراح اخلي عليها شوية زيت الزيتون. صفط الباقي، خد الطبقة اللوح بهذا الشكل، خد الطبقة الثانية، طبعا هاي حتى باردة تتاكل لان احنا جنايه من الاتراك يقدموها باردة يعني مو حارة. هسه شفنا خلصنا، راح نخليها من شاف ليمون بعد، لان هي لازم تصير حامضة طعمها، كل ما تصير حامضة تصير طعمها اطيب. اني هسه شايفه ليمون كيل، يعني واحده خليتها بالنص واللو خليتها لي فوق. هسه راح اخلي زيت زيتون وهسه راح نطبخ. لانها انا راح نخليها بالماي، الماي بدي خليته هاي كمية الماي، ما اريد اصير لينا هاي كمية الماي. راح اخليها هسه، خلي اي ما عندكم خلوها هيجي. هسه عندنا كملة، ننتظرها تنطبخ وراكم شكلها الاخير. وهسه هذا هنا شكلها بعد ما انطبخت وصارت، وهسه راح نخليها اكيد بطبق التقديم وراح اراويكم شكلها. وهذا شكلها،
طبعا هنا أنا شغلة اختيارية لكم شو متنو تقدموها تقدموها، بس أنا حبيت سويها بالليمون وبالرمان الحامض لأن هي قلت لكم حامضة طعمها كلش طيب. شفتوا طريقة عملها كل سهلة وبسيطة، وبالذات اللي ما يحبون اللحوم ما يكون لا لحم ولا دجاج، هذه وصفة كلش روعة وكلش طيبة وبها مجموعة خضروات راح تستفادوه منها. تتقدم باردة أو حارة هذا الشيء اختياري لكم. أتمنى عجبتكم الوصفة، شفتوها كل سهلة وبسيطة وما تاخذ وقت من عندنا لا بالعمل ولا بالاستواء. ولهنا وراح أقول لكم حبايب في أمان الله ومع ألف سلامة لكم.